مشاهدينا مشاهدي برنامج الماتش، مصر تفوز على المنتخب السوداني بهدف مقابل لا شيء. اكيد ردود الافعال مش بس مع الجماهير المصريه النهارده، كاميرا الماتش اختصها بعض الجماهير السودانيه الاشقاء السودانيين النهارده، يعني يمكن قدموا في البطوله دي اداء مشرف، الناس كلها اتفاجئت بمستوى محترم المنتخب السوداني. هنعرف النهارده ردود افعال جماهيرهم النهارده، يعني منتخب السوداني في بطوله العرب غير البطوله الافريقيه ليه؟ اولا بسم الله الرحمن الرحيم. بصراحه احنا مبسوطين، انا كسوداني حتى اتفاجأت بالمستوى بتاع المنتخب السوداني زي انت ما قلت. انا اتمنيت المنتخب ده يكون كان موجود في البطوله العربيه، عشان البطوله العربيه كانت تكون له اعداد قوي للبطوله الافريقيه. وانا سعيد جدا، انا مبسوط اتخذ القرار انه يبعد المنتخب الاول وياتي بمنتخب شاب زي ده ويشرفونا بالطريقه دي. يعني انا مبسوط جدا، انا كسوداني مبسوط، وتحياتي لهم هم، لانه هم الشباب يتحملوا مسؤوليات كثيره، يتحملوا مسؤوليات انه البلد مش مستغره، لكن هم استغروا عشان البلد بجد فرحونا. دي النقطه الواحده اللي مفرح السودان النهارده. انا مبسوط جدا، وتمنياتي لمنتخب مصر انه يتقدم لقدامه، ونحن كسودانيين موجودين في مصر شيء طبيعي جدا انه نقف مع منتخب مصر، وبالتوفيق ان شاء الله. انا مبسوط، تحياتي للشباب اللي انا بعرفهم ولا انا اللي جبت معاهم في المنتخب ده، الحسي هم موجودين ده، انا مبسوط بجد. هسالك بقى سؤال، يعني انت قول لي حارس المرمى كل الناس بتتكلم عنه، قدم مستوى محترم النهارده، بتشوف اداؤه ازاي في البطوله بشكل عام؟ بسم الله بسم الوطن. اشكر كاميرا صدى البلد. اول انا من جنوب السودان، ويعتبر السودان بلد الكبير اللي طلع منها جنوب السودان، فكلنا مع الشعب السوداني في الثورة السودانية، في الكرة السودانية، في كل الحاجات اللي بيعملها الشعب السوداني في الكورة. احنا مع الشعب السوداني، مع المنتخب السوداني روحا ودما، مع المنتخب السوداني منتخب مشرف. فبس ناقصهم حاجات بسيطة، هم يعني هم منتخب يعتبر منتخب حديث، مش منتخب القديم. المنتخب القديم اللي لعبت منتخب في البطولة العربية يعتبر منتخب اللي لها خبرة، اما دول فعلا بيلعبوا كوره بس ما عندهمش خبره، ما عندهمش لمس الاخيره. فمنتخب مصر منتخب كبير جدا جدا، وفيها نجوم محمد صلاح، الشناوي، ناس يعني ما شاء الله يعني. واحنا مع المنتخب المصري لغايه مباراه النهائيه ان شاء الله. قول لي، يعني انت متفائل الفتره الجايه؟ حاسس ان السودان بعد كده في السنين اللي جايه ممكن تقدم في البطوله الافريقيه شكل محترم كده؟ في البدايه انا بقول الف مبروك للمنتخب المصري، وحرلك للمنتخب السوداني. طبعا المنتخب السوداني ان شاء الله لقدام هيكون عنده مستقبل، لانه هو منتخب بتاع شباب، فلحد ما المنتخب يتجانس وياخد وقت بالتاكيد المنتخب هيقدر يقدم اكتر من كده. لسه مستمرين زميلي هنا هتحوت، يعني قول لي النهارده بقى، يعني هختم بيك، نفسك مين اللي ياخد البطوله، وتقول ايه للعيبه الشباب دي؟ بسم الله الرحمن الرحيم. في البدايه احيي المنتخب المصري على الاداء الجميل، وبرضك ما انساش اقول حرلك للمنتخب السوداني، قدم بصراحه مباراه مشرفه، شرفتنا احنا كسودانيين اول حاجه، فدي حاجه كويسه. فصراحه انا نفسي مصر تاخد البطوله صراحه، مع اني سوداني وكنت بشجع السودان في الماتش دوت، بس احنا قاعدين في مصر اكيد هندعم مصر، ودي حاجه طبيعيه جدا. فبتمنى ان اشجع مصر ومصر تاخد البطوله باذن الله. شكرا جدا. شكرا. زميل هنا عطحوت، ده كان لقائنا مع الجماهير السودانيه، يعني اللي اتكلموا كلام محترم حتى في تمنياتهم وفي امنياتهم القلبيه، يتمنوا ان منتخبنا الوطني يحصد اللقب. اكيد عوده من جديد، والزميل هنا عطحوت وبرنامج الماتش. شكرا اسامه، وشكرا لاشقائنا السودانيين، وبقول لهم هارد لك طبعا بعد توديع البطوله.